السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. يوم جيتكم اول نهار ديال المدرسه، كنصايب دابا في الحليب الاميره، راني درت ليها السكر ودرت ليها الشوكولاط ودرت شويه ديال الحليب باش غادي نخلط مزيان مزيان، نخلط مزيان مزيان، ومن بعد غنعمر ليها الكويس ديالها. اميره ما تبغيش شي حاجه، ما تبغيش اتاي تفطر بيه، كتبغي على الحليب هكا، الحليب مع داك الشوكولاط ولا. وسمحوا لي ما هدرتش معاكم في الفيديو حيت ولادينا كانوا باقيين عايشين، هذا الشيء علاش ما كانوش وما داخلين في الوقت ديال الاميره، هذا الشيء علاش ما هدرتش، كنت تنصور وما كنهضرش. وهنايا كندهن لها واحد الفته ديال هذاك الخبز اللي كيتباع توست، خبز توست، كندهن لها بالشوكولاط. غندهنو ليها بالشوكولاط وغادي نحط ليها تفطر. صافي، وهذا هو الفطور ديالها. أميرة قالت بسم الله، حيت ضروري كنقول لها قولي بسم الله، كنقولها لعب شوية. وهنا درت ليها الميريندا ديالها، درت ليها هاد العصير وهذا، وغندير ليها هنا واحد زويف باش تمسح، دير ليها حتى هو هنا. وهنا درت ليها داك ديزيفتانتي على حساب اليدين، والفاصولي ديال البانيو حيت دابا راكم عارفين مع هاد الامراض. غندير ليها هذا، وغندير ليها الفايطه ديالها. وهنا درت ليها الماء. هادشي كلشي كل صباح خصنا نديرو هادشي. وهنايا غادي نكتب ليها، حيت اول نهار غنكتب ليها في ورقه وغنعبر ليها السخانه ان شاء الله. غنعبر ليها السخانه وغادي نكتب هنايا نكتب شحال عندها ديال السخانه. وهاد نتوما معانا دابا غادي تمشي تلبس حوايجها اميره ياكي. وهنا الحوايجات ديولا غادي نلبسهم ليها دابا. ايوا خليكم معانا تنخرجوا مشيو معانا المدرسه ان شاء الله. اميره تشاو، سلام. ايوا دابا حنا قاعدين فوقنا صافي، فطرات، غسلات، لبسات، وجدنا ليها كلشي داكشي. فرحانة أميرة؟ فرحانة أول نهار؟ متشي ناطة قالت لك فرحانة غتشوف صحابها. نقولوا بسم الله. بسم الله توكلنا على الله. ها هي، وها احنا واخيرا كومنت بدات المدرسة. صافي غادي نبداو تاني الروتين ديالنا ديال الجورني. ها توتي يعني كاع الايام ديال النهار. ايوا الحمد لله، ريحنا ثلاثة شهور، ودابا غنبداو الروتين ديالنا ديال المدرسة كما العادة. ايوا ها انتوما معانا تنوصلوا للمدرسة. يلا ودابا انا رجعت للدار، وصلت اميره وهنا رجعت. غنطلع دابا بحرا نوجد الفطور ونشقى شويه ونرجع، حيت اميره غتخرج مع 12 ونص. نرجع تاني نجري ان شاء الله. مرحبا، وهنا الفطور ديالي كاين غير انا دابا غادي نفطر. انا حاطه واحد شويه ديال السله، وهذه فيتي بسكوطاتي، واحد الكيكه ولكن ما غناكلهاش ها حطيتها. وهنا الفرماج والزيتون وكاس ديال اتاي ضروري. بالصحه والراحه نكمل فطوري ونرجع معاكم ان شاء الله.
صافي. وهنا من بعد ما فطرت وداك الشيء دابا غنجمع دوك الفراش ديال اميره، غادي نبدلو ليها غنغيرو. قلبت تما ديك الناموسيه ديالها، قلبتها حيت ليها تلامط وقلبتها وششت داك التلميط التحتاني اللي كيكون بحال بدلاه. وهنا كندير لها في الليزار التحتاني. راني جربت شويه الفيديو باش ما نطولش عليكم، جربته شويه. ثم كملت الليطو ديال الاميره، الناموسيه ديال الاميره، وجيت غنقاد الناموسيه ديالنا. الناموسيه ديالنا بحرام مغيره ليها التلامط ديولها، يعني غادي نقادها عا هكا نجبد ليها التلامط ديولها وصافي. وغادي نرجع داكشي كيما كان صافي. وهانتوما معايا بلا ما نبقى نهضر، نخليكم مع الفيديو ما تمشيو فين. نحط تصبيني تصبني ان شاء الله غير حوايج اميره وطلع من ديولها، غنديرهم يتصبنوا. هنايا تاع ديال التعطيب و ديال الريحة، تجي الريحة في الحوايج باش يتشلو صافي. و درت ليها 52 دقيقة غادي يتصبن و صافي. صافي جمعت الدنيا، جففت الصالون تا هوايا، راه مشاركتش معاكم و رجعت كل حاجة في بلاصتها. هكاك البيت تا هوايا و نشرت الحوايج و دابا لبست حوايج. الحويجات هما هادوك اللي نشرتهم، راهم تيبانوا ليكم تما. هادوك الطليقات حتى هما باقا ناشراهم، ترجعوا غادي ندخلهم ان شاء الله. ايوا دابا انا غادا للمكتبه، غادي ناخذ كتوبه للاميره، ناخذ ليها الكتوبه وغادي نرجع. دابا 11:30 وهي غتخرج مع 12:30، انا غنمشي بالزربه ونرجع. عما نرجع عما ندوج من تما لقيت المكتبه عامره غادي ندير. وهنايا غادي نلوح واحد الكاغيط، غادي نهبطو اللوحو معايا لتحت. هنا كنلوحو كل حاجه في بلاصتها، يعني الكاغيط في بلاصه الكارطه، وداك البلاصه هذيك البلاصه الخضراء في بلاصه اللي ما كتعاودش، وهذاك شتي هما دوك الخضرين ما كتعاودش، وهذا ديال الخضره وداك الشيء الخضره اللي كتعقبوهم يعاودوها. ايوا هنا انا غاده دابا، كاين الصهد دابا هنايا، كاين الصهد، الجو داير سخون. ايوا هانتوما معايا، انا مشيت ورجعت ما تعطلتش، ما لقيتش النوبه، لقيت غير شي جوج قدامي. ودابا جيت تقديت هذوك الدفاتر ديولها، وغنطلع دابا نطيب شي حاجه للغدا، ومن بعد غادي نمشي نجيب اميره من يبقى يوصل الوقت. دابا باقي ما وصلش الوقت، الدروج عندنا كيعييو. وهنايا خديت ليها هاد الدفاتر هادو، خديت ليها هادو ديال تيقولوا ليهم اريكي،
تما كنكتبوا السميه والكنيه والتليفون والرقم ديال الدار، كنكتبوا كلشي تما، كاينه في التليفون اللي بغى يعيط ولا شي حاجه، والحاجه ديالاش ديال الماتيريا يعني اش من واش ايطاليانو ولا هذا. حتى هو كوادراتي كوادراتي صافي، حتى هو تنكتبوا فيه السميه وكلشي. خديت له حتى هو جوج، وخديت له هذا الغلاف، هذا الغلاف ديال المات حيت ديال ايطاليانو باقي عندها. حتى هو تنكتبوا فيه السميه تماك، تنكتبوا فيه الرقم ديال الكلاس ايوا صافي. هادشي اللي كاين. هنا جيت نطيب شويه المقارونية، درت الماء يطيب ودرت هنا مطيشه ودرت حكيت على واحد الثومه، وهنا شويه الربيع هذا ها الحبق حتى هو حكيته بيديا، وهنا المقارونية، وغادي ندير شويه الملح وشويه الزيت البلديه حتى طيب عشان ندير الزيت. خليها هكا، وغادي ندير واحد شويه ديال السكر باش يهرس لينا داك ديك الحموضه مابقاش مطيشه حامضه. غندير هكا واحد شويه ديال السكر ها شويه صافي، وغادي نخليها طيب. هنا هاد الماء مني طاب غادي ندير فيه الملح الغليظه، هكا الملح الغليظه كتجي مع المقارونيه صالي غروسو سميتو. غندير جوج معايا القاس صافي، وغندير واحد شويه ديال الابزار ها شويه، وغادي نخلي هاد الماء يطيب حتى يطيب مزيان، وغادي ندير فيه هاد المقارونيه طيب صافي، ونعطيهم شويه الفرماج ياكلوا معاها ولا موتزاريلا والشلايده الا بغاو. اميره ما كتبغيش الشلاده، تبغي على الفرماج. دابا راه الحقاش 12 غادي نمشي، وغادي نخلي المقارونيه كطيب، نخلي وائل حاضيها ان شاء الله صافي. هنا غنغسل هاد المويعنات، غنجرب عليهم بالزربه. ما دخلتش كاع الكوزينه اليوم، راكم عارفين معجرين المدرسه قاد هنا قاد هنا الصغير. دابا عاد غنغسل هاد المويعنات حتى همايا، غنجرب عليهم بالزربه باش غنمشي نجيب اميره. خليكم معايا متشوفي. اخيرا وصلت قدام المدرسه، باقي ما فتحوش، باقا شاده المدرسه، راه كاينين العائله ديال اللي عندهم. جيت تنجري، ودابا غادي نخرج بنت ان شاء الله وغادي نمشي للدار. ايوا هذه هي المقارونيه ديالنا طابت، وحطيت ليها الفرماج. ايوا من هنا كنختم معاكم الفيديو ديالي، الا عجبكم ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.